ذكرت الشرطة الفرنسية في بيان لها إنها قتلت رجلاً بعدما سرق سلاح حارس عسكري في مطار أورلي في العاصمة باريس. وذكر مصدر في الشرطة الفرنسية أن منفذ الهجوم هو متطرف ومعروف لدى أجهزة الأمن، وأنه هو ذاته مطلق النار على الضابط شمالي باريس قبل ساعات من الهجوم. هذا وكان التلفزيون الفرنسي أكد أنه تم إخلاء المطار بعد الحادث مباشرة. ينضم إلينا من باريس الزميل هاني الملاذي. هاني، أهلا بك معنا. تفاصيل أكثر حول الحادث، هل من معلومات عن جنسية منفذ الهجوم حتى الساعة؟ أهلا بك روناك. ما حدث تماما أنه في 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي في باريس، 8:30 في توقيت السعودية، هذا المهاجم قام بسرقة قطعة سلاح لرجل عسكري داخل المطار، ثم فر ضمن أروقة المطار، لجأ إلى أحد المحلات التجارية كانت تطارده قوات الأمن وتمكنت من قتله. هذه العملية وهذه المطاردة لم تسفر عن سقوط أي عدد من الجرحى أو القتلى، فقط اقتصر على منفذ هذا الهجوم. نعم. كإجراء احترازي تم إخلاء المطار بالكامل، أيضا تم إغلاق مبنيي المطار، كان في 3000 شخص موجودين في المبنى الجنوبي لمطار الأورلي. طبعا فقط للتوضيح، مطار الأورلي هو واحد من 3 مطارات موجودة في العاصمة الفرنسية باريس، وهو ترتيبه الثاني بعد مطار شارل دي غول. يتواجد هذا المطار في جنوب العاصمة الفرنسية. طبعا حركة الملاحة الجوية توقفت بالكامل، وكان في زيارة مباشرة لوزير الداخلية. هل استؤنفت حركة الملاحة هاني أم ما تزال متوقفة حتى الساعة؟ هي في طور الاستئناف، هذا الشيء الطبيعي كون أنه أعلن السلطات الرسمية أنها لم تعثر على أي آثار. هو كان الخوف من أنه يكون في بعد هذه العملية يكون في مهاجمين آخرين، أو يكون في عبوات أو قنابل أو أسلحة أو ما شابه ذلك، لذلك كان في إجراء احترازي. لكن كون تبين أنه ما في شيء من هذا القبيل، من المتوقع أنه في الأوقات القادمة تستأنف حركة الملاحة الجوية. نعم هناك. هاني، تداعيات هذا الحادث على الشارع الفرنسي كيف هي منذ الصباح وحتى الساعة؟ حقيقة تأتي هذه العملية ضمن كما تعلمين هناك المشهد السياسي في 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 فرنسا عموما، يشهد اليوم حمى في السباق إلى الرئاسة الفرنسية بعد نحو شهرين من الآن، وهناك صراعات بين أقطاب بين اليمين وبين اليسار إلى ما هنالك، لذلك من المتوقع جدا أن تؤثر على ميول الناخبين، وهناك أيضا من مخاوف أن تؤدي هذه الحادثة إلى التأثير على ميول الناخبين باتجاهات قد تكون راديكالية أو متطرفة أو يمينية. هذا ما يقوله الشارع الفرنسي بالعموم، لكن طبعا يبقى هذا في طور التكهنات، ليس إلا الشارع الفرنسي يبدو أنه بدأ يعتاد عن باستياء على مثل هذه العمليات، وإن لم تكن تحمل طابع منظم. شاهدنا بالأمس إطلاق سلاح فردي من أحد الطلاب عمره 17 سنة في جنوب فرنسا، اليوم هاني. قبل يومين نفس الشيء، لكن ليست مرتبطة مع بعضها البعض. شكرا جزيلا لك حتى ساعة، وبالتأكيد سنكون معك إن استجد أي شيء من باريس. شكرا جزيلا لك زميلنا هاني الملاذي من العاصمة الفرنسية باريس.